الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام، فمسح على يدي فبرئت، فارتفعت الصلوات على محمد وآل محمد. نقول هذا الزائر وهو قد تمسك بضريح الإمام وأخذ يتوسل بالإمام ويقول سيدي مولاي جئتك سليما معافى، فكيف أخرج من عندك وقد قطعت يدي؟ لا شك أنه تذكر مصاب الإمام الرضا سلام الله عليه. فمصيبة الإمام الرضا كما وصفها سلام الله عليه: وقبر بطوس. هذا لسان الإمام، يعني مو واحد نظم على لسان الإمام، لا، هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام حبيبي. وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر. يعني تبقى هذه المصيبة بعطائها بحرارتها بفجعتها إلى يوم القيامة. يبقى الإنسان يتذكر مصيبة الرضا. وكيف تنسون مصاب من دس إليه اللعين المأمون السم في العنب وتناول عنقود العنب وأكل منه ثلاث حبات، وقام من ساعته ورمى بعنقود العنب: إلى أين يا أبا الحسن؟ قال: إلى حيث وجهتني. خرج مغطى الرأس من عند المأمون، الله يعظم أجوركم، جاء إلى الدار، استقبله أبو الصلت الهروي، هذا خادم الإمام، نظر إلى وجه الإمام متغير، اعتنق الإمام: ما أصابك يا ابن رسول الله؟ فأخبره بجريمة المأمون وكيف سقاه السم. اعتنق الإمام وأخذ يصرخ: وإمامه ومصيبته وغريبان. اضطجع الإمام على فراش المنية، التفت الإمام إلى أبي الصلت، قال: أغلق الأبواب. أغلق الأبواب، والإمام على فراش المنية يقبض يمينا يبسط شمالا، غريب عن أهله وعشيرته، غريب غريب وغريبا، غريب غريب. إمام إمام وإماما، إمام علي علي وعليا، لا نطيل عليكم سادة مؤمنين محبين مؤمنين معزين. وإذا الإمام الجواد قد أقبل من المدينة، رأى أباه بتلك الحالة، ارتمى على صدر أبيه وعبرته ساكبة، اعتنقه الإمام مودعا وأخذ يبدي إليه الوصايا وصية بعد أخرى، حتى إذا أتم وصاياه عرق جبينه سكن أنينه، وعند احتضار الموت مد يديه أسبل رجليه
أغمض عينيه قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي وإماما؟ أين المنادي وغريبا؟ أين المنادي وسيدا؟ صرخ الجواد وأبت وضيعته حتى إذا انتشر خبر شهادته ضج الطوس بأنغلها. غسل الإمام وكفن صلي عليه ارتفعت جنازته فضج الطوس الكل يصرخ وإماما. شال الجنازة والحزن خيام على طوس طلعت رجال الحكم كل همها بطرس الكل يلطم عامة ريس ومرؤوس عرش العلي لولا الجواد يسيخ ويميل بالنوح راد الطوس تتزلزل بهلها ومن المصيبة قوضت باللطم كلها. ضاق الفضاء والكل عبراته يهلها صارت الضجة بين تكبير وتهلي أسلوب نعشاه وشيعته تلطم على الها قصد الرجس يتراك قبر هارون قدام ظهرت براهين ونظرها الخاص والعام وحفرة وقبر طبقة الوصية وعلى التفصيل عند الدفن جال الجواد عاينا له مد بقبره وعبرته بخده هموله. اتصور غربته لا اخوان ولا حموله ما حد حضر له من بني الزهرة البهالي. يا طوس طبتي بالرضا وطابت نواحيك ضامن الجنة ثامن اليمة ثوابك فستي بقبره وبيه رب العرش حابك. طول النهار الخلايق مزدحمة مع الليل الفستي بقبر اللي حباها الله الله بأمانة. كل من يزور على البعد فاز فاز بضمانة وفاز برضا الله وحاز بالتالي بالتالي جنانة. يشوف المعادي بلا شفيع يصيح بالويل وقبر بطوس